مباراة الهلال والاتحاد من يرشح للفوز أتوقع الهلال بنسبة كبيرة، صاحب الأرض صاحب الجمهور الأكثر، لكن كالمعتاد مباراة الاتحاد والهلال لا تخضع لأي مقاييس. ظروف الهلال، ظروف الهلال، الهلال ناقص، والاتحاد أتوقع أنه بيعوض الفرق اللي بالنقاط لأنه في مراكز تقريبا في مراكز الوسط. لا أتوقع الهلال 3-3-1. أتوقع إن شاء الله مباراة الهلال والاتحاد احتمال تكون 1-1 تخرج المباراة. طبعا أهلاوي لكن أشجع الاتحاد مدام فريق من جدة. بالنسبة للاتحاد والله ما بيقصروا باللعب. والله الهلال ما أنا ما أشجع الهلال طبعا، يعني الاتحاد إن شاء الله يكون البطل والزعيم إن شاء الله. والله الاتحاد مستواه مرة طايح الموسم هذا، يعني الاتحاد لو فاز المباراة هذه بيصير الفرق بينه وبين الهلال 9 نقاط بس. الاتحاد يبغى رضا الجمهور فلازم يفوز بأي طريقة، وأتمنى الاتحاد أنه يفوز تمام، لكن على مستوى الاتحاد إن شاء الله يجمل في المباراة هذه. والله نتمنى اللعبة النظيفة أول شيء، وأنا اتحادي طبعا أتمنى الاتحاد طبعا يفوز. المعتاد وإحنا كل متعرفين عليه في الوسط الرياضي، الاتحاد دائما بجمهوره، الاتحاد خلفه جمهور كبير جدا 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 يحضر معه حتى في أصعب الظروف، فهذه ممكن تكون سيمة وهذه ميزة تكون خاصة في جمهور الاتحاد عن غيره من الجماهير الثانية. الهلال تم النتيجة كثير لأنه فقد نقاط كثير في الجولات الأخيرة. دائما مباراة الكلاسيكو تختلف التوقعات فيها، فأتوقع المباراة تكون حماسية، خصوصا أنه الآن الدوري فيه تسابق بين المركز الأول والثاني، فاحتمال أنه الهلال يشد حيله شوية في المباراة ويأخذ الفوز أتوقع. والهلال عنده نسبة انخفاض في المستوى، فأتوقع أنها تكون منافسة يعني متعادلة إن شاء الله. لو أن الاتحاد فاز طبعا حيكون من صالح الأهلي، لكن ربنا يوفق الاتحاد إن شاء الله عشان الأهلي يتأهل بعد كده. يعني يجيك الشوط الأول يلعب الاتحاد النشيط تمام في لياقة، يجي الشوط الثاني الهلال يبدأ يشتغل عشان كذا. برضو لا أحس أنه الهلال بيفوز، لأنه الاتحادين أحس عندهم خوف من الهلال، خاصة أنه الهلال متصدر فترة طويلة له، فما أدري أظن الهلال. أكيد الاتحاد ند قوي من فترة طويلة، يعني بالذات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد يعني هذه تعتبر من أقوى المباريات في الدوري تعتبر.